سؤال، هل حينما يندر الإنسان نادر وينسى هذا النادر الله يحاسب عليه؟ النادر اتفاق بينك وبين ربنا، ما دمت تتفق يبقى يلزمك أن تقوم بتنفيذ الاتفاق. أما كون أنك تنسى معناه أنك مش مهتم، طبعا يحاسبك ربنا على كده. فأحسن حاجة تجلس بينك وبين نفسك وتصفح حسابك مع كل النظرات القديمة وتشوف يعني اللي نسيته يطلع قد ايه واخر محسوبه ايه وتحاول.